في يوم العلم، وبعد تهديدات وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي وعد بفض الاعتصام باستعمال القوة العمومية، أحكمت مصالح الأمن قبضتها على ميدان الإدماج وفرضت حصاراً على الموقع. كل المنافذ مطوقة، لا دخول ولا خروج، المساعدات الغذائية ممنوعة. ليس هذا فقط، بل حتى المكالمات الهاتفية حرمت على المتعاقدين بعدما أحضرت مصالح الأمن سيارات خاصة مجهزة للتشويش وقطع شبكة الاتصالات. نهار البارح رانا عايشين أوضاع جد مزرية، قوة العمومية منعت علينا الأكل، منعوا علينا أبسط الحقوق الإنسان كإنسان ماشي كأساتذة، هنا منعوا علينا حتى قضاء حاجات بيولوجية منعوها علينا. خلاو الصحافة نقصوا، زادوا كثروا الأمن ما لا شيء باش يحاوزوهم، زادوا ناضلوا معاهم الشعب. إنها المأساة، فض الاعتصام بالقوة أضحى وشيكا، ولعبة القط والفأر بين أصحاب البذلة الزرقاء والمحتجين تلخصه هذه الصور. وفي مناورة لاحتواء غضب الأساتذة المتعاقدين، وزارة التربية تلعب آخر أوراقها لإقناع المعتصمين بالمشاركة في المسابقة وتحرير الميدان. وزارة الوصية قالت له أنه من المستحب أنكم روحوا للديور، لكن بعد الاجتماع قررنا أنه ما نروحوش بدون يعني ما نولوش المناصب تاعنا كأساتذة متعاقدين، فإن رجعنا إلى مناصبنا فبإذن الله سنكون كأساتذة يعني متربصين ماشي متعاقدين. هكذا بدت الصور بعد خطة الحصار وساعات قبل خطة فض الاعتصام في يوم العلم أو عشيته.